11 ديال ايام التراث بعد التوقف اللي دام سنتين نتيجه الجائحه ديال كورونا. هذا العام غادي نعاودوا نحيوا الصله مع البيضاويين ومع الزوار ديال الدار البيضاء اللي كيجيو لهذه المناسبه. فهاد الايام هي واحد الايام ديال الفرحه اللي كنشاركوا فيها مع الزائرين. كنتشاركوا معهم البنايات اللي كاينه في الدار البيضاء وكنفتحوا لهم الابواب ديال واحد المجموعه من المعالم ديال مدينه الدار البيضاء، مدينه القديمه، وسط المدينه، ساحه محمد الخامس، شارع محمد الخامس، وكذلك الحبوس. يعني كيكونوا واحد المجموعه من المعالم اللي مفتوحه، وكيكون واحد الجولات ارشاديه اللي كيديروها دي جيد بينيفول، يعني متطوعين اللي كتكونهم جمعيه كازا ميموار، واللي كيقوموا بهاد الزيارات. اليوم الاول اللي هو يوم الجمعه 13 ماي غيكون مخصص للاطفال المدارس، وايام 14 و15 هما مخصصين للجميع. يعني مرحبا بجميع البيضاويين، بغيناهم يجيو يشوفوا هاد المعالم. وكذلك بجانب هاد الزيارات غتكون واحد المجموعه من الورشات، مجموعه من الندوات، مجموعه من المعارض الصور ومعارض فنانين اللي غادي يشاركوا معنا كذلك في هاد الدوره، لاحياء هاد الدوره ولاغنائها بواحد المجموعه من البادرات الجماعيه.